إذا سافرت المرأة إلى بلد والنساء يرتدين لباسا معينا لكنه لباس غير شرعي، كيف تنصحونها شيخ صالح؟ لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات، تلبس اللباس غير الشرعي سواء في بلدها أو كانت مسافرة إلى غير بلدها، بل يجب عليها لزوم الحجاب ولزوم اللباس الإسلامي الساتر في بلدها وفي غير بلدها، لأنها مسلمة والمسلمة تلتزم بدينها في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يتمسك بدينه في أي مكان كان، ولا يخضع لي ويتنازل عن أمور دينه من أجل عادات الكفار أو تقاليد الكفار، وإنما يعتز بدينه ويظهره في أي مكان. نعم.